يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سلام ولا مرحبا وانا بكيفي ويش اقول سلام ولا مرحبا وانا بكيفي ويش اقول ان قلت يا شاعر السلمان صلى الله على وجه الرسول الله يديم النال من والله يتم العافية الله رد التحية واجبة يا مرحبا حسب الوصول رد التحية واجبة يا وصاحب الوافي حصل له علوم وافية وراك ما حطيت واسمك من على رقبته الذلول ميسمك وسط النار مار النار قالوا طافية إن كان عندك مشكلة للمشكلة عندي حلول ما أبغاك تعطى النار يا تركي برجل حافية الله أنت وأنا عقال ونقيس المعاني بالعقول واللي ما يقبلها العقل أنت وأنا عقال ونقيش المعاني بالعقول واللي ما يقبلها العقل تحت العباء الدافية خدمتك في مكة من الزاهر لياريع الحجو وتسبب وزيد الهلال فارس الأطرافية بعض الرجال العاقلين في الزمع طق الطبول وانت نعدك عارفة والعرف للحرافية ما للحمول الا الجمال اللي يشيلن الحمول الله يطول في حياته للقلوب الصافية اللي من اقرع الطبول يفزي يا زيد مهبول واللي يموت من الظما تصفى عليها السافية الله لا 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 ل
الحسد مغسول وانت زملك يلقبونك كامل الأوصافية الله يبارك فيك يا تركي عسى عمرك يطول الناس في ايام الشتاء وانت بدون الحافيه اللي انغسل قلبك تقول الناس ولا ما تقول تروح مثل اللي مسلقى داخل الأسحابية تقول الناس ولا ما تقول تروح مثل اللي مسلقى داخل الأسحابية قلبك تقول أنا من ضيوف الشحم يا زيد ماني ضيف أنا من ضيوف الشحم يا زيد ماني وانت مع السلمان مالك وقفة انت شافية الله يا تاجر الأسهم تراها في طلوع وفي نز واللي شراها بالريال يبيعها بانصافية واللي شراها بالريال يبيعها بانصافية هلو روحت بعيون سليمة جيتنا بعيون حول الله يستر لا تحط اسمك من اسم المافيا